بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في المحاضرة الثانية من محاضرات الـ Document and Information Management في الـ Construction Field. النهاردة إن شاء الله ناخد المحاضرة الثانية. النهاردة 30 مارس 2022. كان المفروض المحاضرة بتاعتنا كانت المفروض تبقى امبارح، بس احنا أجلناها نظرا لظروف الماتش، قلنا النت هيبقى مش شغال والناس هتبقى كلها مشغولة بالماتش وكده. يلا الحمد لله، احنا الكورس ده جزء من المحاضرات اللي احنا اخدناها دي جزء من الكورس بتاع الدوكيمنت كنترول. احنا كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت وقلنا ان احنا عندنا 5 موديولز. بدأنا في اول موديول اللي هو Foundation of Document and Information Management، تمام؟ ده كان الموديول الاول اللي اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت. واتكلمنا في المحاضرة، هنعمل بريف سريع كده للمحاضرة النهاردة إن شاء الله، المحاضرة اللي فاتت بإذن الله، وبعدين هنسيب حوالي ربع ساعة للأسئلة لو في حد عنده أي حاجة مش واضحة في المحاضرة نفسها. حد عنده أي حاجة مش واضحة ياريت بس يعمل ريز هاند، وأستاذ أحمد هيدخله على طول على السؤال، تمام؟ بلاش نكتب في الكومنتات، لأن إحنا أنا وأنا بشرح أنا مش شايفة أي كومنتات، تمام؟ فخلينا بس اللي عنده سؤال يعمل ريز هاند، واحنا هناخد واحد واحد ان شاء الله ونرد على اسئلتكم باذن الله. اتمنى بس الجزئيه الاولانيه اللي هي في الجزء بتاع المحاضره اللي فاتت يبقى عن موضوع المحاضره، وهسيب الاسئله بعد كده اللي في المجال كلها لبعد المحاضره، تمام؟ هنعمل ان شاء الله هنبقى نتناقش فيها بعد المحاضره، بس عشان بس وقتنا ما يضيعش، وعشان لو في حد من الزملاء مش عاوز يسمع الاسئله ما نضيعش بس وقته ويبقى هو حضر معانا الكونتنت بتاع المحاضره، تمام؟ احنا كنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن understanding document and information management foundations، وقلنا ان احنا اول حاجه اتكلمنا على التعريف، وقلنا ان نظام الدوكيمنت مانجمنت ده نظام او عمليه تستخدم لالتقاء وتخزين المستندات الالكترونيه زي البي دي اف والوورد والاكسل والصور الرقميه، وهي احنا بنعمل كده علشان نوفر الوقت والمال والامان للتحكم في المستندات، وعشان نقدر نوصل ليها بسهوله ونقدر نخزنها ونراجعها ونعمل عليها اوديت بسهوله جدا. فقلنا ان الاختصار للكلام ده كله ان الدوكيمنت مانجمنت دي هي الوسيله اللي بنقوم بيها احنا او المؤسسه بتاعتنا لتخزين المستندات الالكترونيه وادارتها وتتبعها، تمام؟ كمان اتكلمنا عن الهيستوري بتاع الدوكيمنتس، قلنا ان هي بداوا ان هم يلاقوا ان الناس بتوع الكونستراكشن بيجمعوا الداتا بتاعتهم من ايام الفراعنه، بعدين رجعوا لقوا ان في المخطوطات القديمه والبرديات ان هم كانوا بيكتبوا حاجات شبه الكالكوليشنز كده ورسومات بيحتفظوا بيها للكونستراكشن بيلدينج اللي هم كانوا بيعملوها. بعد كده لقينا برضو ان احنا في العصر الروماني برضو كانوا بيحتفظوا بحاجات زي كده. فضل الموضوع يتطور لحد ما وصل لنا بالصوره اللي كانت موجوده عليه من حوالي 10 سنين او 20 سنه اللي هو كنا بنتكلم عليه، بنقول ان هو كان اركايف او ان هو كان تخزين او الارشيف حاجه زي كده. دلوقتي بدانا نتكلم عن المفهوم ده بشكل اوسع، ان احنا بنتعامل مع الدوكيمنتس دي من خلال واحنا في خلال المشروع في الرننج بروجكت نفسها، مش بنستنى لحد ما المشروع ينتهي او ان المبنى يتبني وبعد كده نبتدي نتعامل مع الدوكيمنتس. احنا بنتعامل مع الدوكيمنتس دي في خلال تنفيذ المشروع نفسه، تمام؟ بعد كده بدانا نتكلم عن نطاق التطبيق او النطاق المستخدم للدوكيمنتس، وقلنا ان احنا المانجمنت ده الاداره اللي احنا بنتعامل فيها دي بتتعامل مع كل المستندات الفنيه الموجوده في الشركه، يعني مفيش ديبارتمنت احنا مش بنتعامل معاها في السيستم. لو عندنا دوكيمنت مانجمنت بنتعامل فيه في كل الديبارتمنت الموجوده عندنا في الشركه. بعد كده اتكلمنا عن الهدف، وقلنا الهدف ان احنا نبتدي ان احنا نتحكم في المستندات عشان تبقى عندنا مستندات معتمده وصالحه للاستعمال ومحدثه. كمان احنا بنتحكم في التغيرات والاحداث والاصدارات الموجوده عندنا، يعني شيء مهم جدا ان احنا اكتر من ان احنا نتحكم في المستندات نفسها ان احنا نتحكم في الاصدارات اللي بتطلع منها، ابقى عارف ايه الاصدار اللي انا شغال عليه، ايه اخر اصدار للدوكيومنتس دي، وكمان ان انا اعرف ان انا اعمل ميثودولوجي ان انا اذا اقدر اغير الدوكيومنتس دي وايه الحاجه اللي تخليني اقدر اتحكم في تغيرات الدوكيومنت دي. كمان قلنا ان احنا بنتحكم في التخزين الدوكيمنت وعشان يبقى عندنا سهوله في استرجاعها، تمام؟ طيب جينا بعد كده اتكلمنا عن مين هو المسؤول عن الوظيفه دي. قلنا ان الدوكيمنت كنترول هو الشخص المسؤول عن الوظيفه دي،
واتكلمنا عن التعليم بتاعه، وقلنا ان هو مش لازم يكون عنده وظيفة، مش لازم تكون عنده مؤهل معين عشان يقدر يشتغل الشغلانة دي، بس قلنا كمان ان هو من لازم محتاجين ان هو يكون عنده شوية الصفات. وقلنا ان التعليم بتاعه اتليست يبقى تعليم جامعي، فمعاه شهادة جامعية علشان يقدر ان هو يفهم المصطلحات ويقدر يتعامل في الدوكيمنتس بطريقة اوسع وطريقة احسن. وقلنا ان هو من بعض الصفات الشخصية اللي احنا بنحتاجها في الدوكيمنت كنترول ان هو يكون امين، يكون دقيق، يكون منظم في عمله، يقدر يشتغل تحت ضغط، يبقى عنده قدرات على العمل مع مجموعات العمل، يبقى عنده تيم وورك، يكون قيادي، بيعرف يحل المشاكل لوحده، مش كل مشكلة عنده بيروح يرجع فيها لمديره، بيبقى عنده قدرة على التفاوض والإقناع عشان يقدر يقنع الناس اللي حواليه بالسيستم اللي هو محطوط، ما هو اللي بيتعامل معاه والسيستم الموجود، يبقى عنده قدرة على إدارة الوقت لأن مفيش حد هينظم التاسكات، هو اللي بينظم التاسكس بتاعته بنفسه. كمان بيبقى عنده قدرة على المثابرة والتحفيز لأن مفيش حد هيحفزه في الشغلانة بتاعته دي، هو لو هو ما حفزش نفسه وحاول إن هو يوجد لنفسه حاجات تشجعه ان هو يشتغل وان هو يبقى بيكمل شغله ده، مش هيلاقي حد يشجعه على كده. قلنا اخيرا ان هو لازم يكون عنده ثقة في نفسه علشان يقدر يتعامل مع الستاف اللي شغالين معاه. كمان قلنا ان في لازم يكون في عنده شوية بيرسونال سكيلز هو بيقدر يتعلمها، سوري بروفيشنال سكيلز بيقدر يتعلمها علشان يقدر ينفذ شغله ده بسهولة. اول حاجه قلنا ان هو لازم يبقى عنده اي تي سكيلز كويسه جدا، بيقدر يتعامل مع الكمبيوتر، بيقدر يحل مشاكل الكمبيوتر بسهوله، يبقى عنده لغه على الاقل تانية علشان يقدر يتعامل مع المصطلحات الهندسيه اللي هو بيتعامل فيها والستكس والبي او كيوز اللي هو بيتعامل فيها وبيشتغل فيها كل يوم، بيبقى عنده ان هو بيعرف يعمل اكتر من مهمه في نفس الوقت، مالتي سكيلز. كمان لازم يكون بيعرف يهتم بالتفاصيل وبيعرف يعمل تايبنج كويس وبيعرف يعبر عن نفسه بالكلام، هو يكون بيعرف يكتب كويس في لاترز مثلا او في ايميلز، يقدر يقول يعبر هو عاوز ايه عشان يكتب ده كويس بطريقه كويسه. كمان قلنا ان هو لازم يكون بيعرف يدون المانتس عشان لو اضطر ان هو يدخل مثلا ميتنج ومحتاج ان هو يدون النوتس بتاعت المانتس دي، يقدر برضو ان هو يعمل كده. واخيرا قلنا الريسبونسابيلتيز بتاعته، قلنا ان هو اللي بينشئ السيستم بتاع الدوكيمنت كنترول بالكامل في الشركه، وهو اللي بينشئ النماذج اللي بيتعامل فيها والتمبلتس، وكمان هو اللي بيدير طلبات الموظفين للطلبات الدوكيمنتس، او ان هو محتاج حد ان هو حد يدور على دوكيمنتس او حد بيشوف ابديت لحاجه او حد مش فاهم السيستم بتاع الدوكيمنت مانجمنت اللي هو شغال عليه، فهو اللي بيديله حاجه زي اندكشن كده عشان يفهمه الدنيا ماشيه في البروجكت بتاعه ازاي او في الشركه عنده ازاي. كمان هو المسؤول عن الفايلنج اذا كان سوفت او هارد، وهو اللي مسؤول كمان عن الريبورتس ان هو ازاي ان هو اللي بيطلع كل الستاتس ريبورتس بتاعت المشروع للبروجكت مانجر او للناس المعنيين في المشروع، وهو كمان اللي بيتحكم في البرايفسي بتاعت الدوكيمنت الموجوده عنده، مين يقدر يشوفها ومين يقدر يشوف ايه وما يشوفش ايه، وبي هو اللي بيراعي القصه بتاعه الكونفيدنشال سوري اللي هي التحكم في يسموها ايه، التحكم في سريه المعلومات الموجوده عنه. تمام، قلنا بعد كده الكارير لادر بتاع الدوكيمنت كنترول، وقلنا هو مين، هو بيبقى اول ان هو بيبقى جينيور دوكيمنت كنترول، وبعدين سينيور، وبعدين ليد دوكيمنت كنترول، وبعدين هيد ديبارتمنت، وفي الاخر بيبقى مانجر. وقلنا ان هو بيبقى ريبورت لمين، هو بيبقى ريبورت لاكتر من حد، لا اما بيبقى ريبورت لمدير المشروع او بيبقى ريبورت للكواليتي مانجر بتاع الشركه على حسب الاورجانيزيشن تشارت بتاعت الشركه بتاعته. احنا كده خلصنا المراجعه بتاعت المحاضره اللي فاتت، لو في حد عنده اي اسئله عن المحاضره اللي فاتت احنا جاهزين للرد عليها. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا دكتورة، احنا كنا اخر حاجة قلناها اللي هي كارير ليدر، حضرتك كنت قلت ان في الجونيور والمحترف والمشرف والمدير، دول بيبقى لازم يكون تحته اشخاص اكيد، يعني مش هو هيكون مدير نفسه، صحيح ولا مش فاهمة سؤال حضرتك؟ يعني ايه يكون مدير نفسه؟
يعني حضرتك انت قلتي ان الترقيات بتاعت الدوكيمنت كنترولر او السلم الوظيفي بتاعه هو بيبدا جونيور، بيبدا بيخش بعد كده سينيور، مشرف، بيبقى مدير او مانجر. بيبقى مدير لمين يا فندم؟ ما هو بيبقى كل يعني كل لادر بيبقى مدير على تحتيه، يعني السينيور بيبقى مدير على الجينيور اللي تحته، الليدر بيبقى مدير على السينيور الموجود، فاهمني؟ انا فاهم حضرتك، بس هو لو في مشروع ما بيكونش فيه اكتر من دوكيمنت كنترول، احنا يبقى مش فيه بنتكلم ان هو شرط ممكن يكون في المشروع، هو ممكن يكون موجود في الهيد اوفيس مثلا، يعني مثلا لو الجينيور، احنا بنتكلم على الجينيور مثلا بيبقى عنده خبرة مثلا سنة او سنتين اتليست، فالسينيور مثلا بتبتدي خبرته من 4 سنين، تمام؟ فايفن هو حتى لو هو شغال في البروجكت وهو سينيور، غير ما حضرتك مشغل في بروجكت حد عندك جينيور. الجينيور أكيد. بيبقى له صفات معينه، يقدر ان هو يتعامل في حاجات معينه، بيسكان، بيصور، بيوزع الدوكيمنتس، انما السينيور بيبتدي بقى ان هو ياخد حاجات تانية اكتر، ان هو بيبتدي ان هو يعمل ريبورتس، يظبط الاورجانيزيشن شارت، يظبط البوليسي بتاعت الشركه، البرايفسي بتاعت الدوكيمنتس اللي عنده، تبقى مهامه الى حد ما اكبر من كده شويه. ودايما الدوكيمنت كنترول بيبقى معاه مساعد، فاحنا دايما بنسمي المساعد ده جينير، والدوكيمنت كنترول نفسه بيبقى سينير. تمام، واضح كلام حضرتك. طيب ممكن بس لو عند حضرتك المهام لكل درجة بعد إذنك. احنا كنا طيب شرحناها المره اللي فاتت أنا بس احنا فاهم. مش لا، عارفين. أنا بس عايزها كأز بيكتشر بس، لو حضرتك تعمليها ونقدر ناخدها شوت سكرين أو حاجة يعني. تمام، ممكن ننزلها على الجروب إن شاء الله بعد المحاضرة. طيب تمام، ماشي فهم. شكرا جزيلا. نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت محتاج يعني بسأل في جزئية تانية خالص بعيدا عن شغل المشاريع. لو في دوكيمنت كنترول بيشتغل مع الماركتنج تيم أو البيزنس ديفلوبمنت أو بيزنس أوبريشن تيم بخصوص ريجستريشنز في هيئات معينة وفي شركات معينة وعلى مشاريع معينة ما قبل بداية المشروع، الموضوع شكله هيبقى عامل إزاي؟ لأن أنا حاليا بادئ الموضوع ده ولسه الموضوع بالنسبة لي صعب شوية، لأن أنا بشتغل على داتا رايح على شركة الداتا فيها لسه متفرطة، مفيش أي حاجة متجمعة، ما كانش في سيستم، أي نعم هي شركة كبيرة كل حاجة، بس يعني التاسك اللي أنا جاي عليها جاي عشان أجمع وأفايل وأرتب من أول وجديد. الجزء اللي حضرتك بتتكلم فيه ده اسمه بري كونتراكت مش بوست كونتراكت. اللي احنا بنتكلم فيه ده الجزء بتاع الجزئيه بتاعت البروجكتس دي احنا بنتكلم فيها اسمها بوست كونتراكت مش بري كونتراكت. بري كونتراكت يعني دي بيبقى لها تنظيم مختلف وبيبقى لها شغل مختلف عننا، فده مش السكوب اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي خالص. يعني بره موضوع هو مش بره، هي بتبقى المحاضرات دي تاسكس خالص، بس مختلفه، هي مش بتبقى براه، بس هي بتبقى فيه تاسكس مختلفة احنا مش بنتعامل فيها دلوقتي، يعني مش هو ده موضوع مناقشتنا دلوقتي عن السكوب ده، فاهمني؟ طيب اوكي ماشي. تمام. لو في اي داتا اقدر استفيد بيها في الموضوع ده يا ريت، لان انا متبهدل خلينا نقعد نتناقش فيها مثلا على الجروب بتاع الواتساب عشان بس ما نضيعش وقت الناس التانية، خلاص فخلينا نتناقش فيها على الواتساب إن شاء الله، وهنشوف لو في حد عنده خبرة في القصة دي ممكن يفيد حضرتك بإذن الله. خلينا نبتدي النهاردة إن شاء الله. إحنا كنا خلصنا المرة اللي فاتت مفهوم الأساسيات بتاعة الدوكيمنت مانجمنت والإنفورميشن مانجمنت، هندخل النهاردة في الستاندر اللي ليها علاقة بالدوكيمنت أند إنفورميشن مانجمنت. تمام، إحنا عندنا تو ستاندرد بتتكلم عن الدوكيمنتيشن والإنفورميشن، عندنا تو ستاندرد في الايزو بيتعاملوا فيها. اولا الايزو 9001:2015 اللي هي بتتكلم عن الكواليتي مانجمنت سيستم ريكويرمنت، وعندنا المواصفه الثانيه اللي بتتكلم برضو عن الانفورميشن اند دوكيومنتيشن ريكورد مانجمنت اللي هي 15489. دول المواصفتين الموجودين في الايزو اللي بيعالجوا الجزئيه بتاعه الدوكيمنت، اول واحده بتتكلم عن ريكويرمنت والثانيه بتتكلم عن الريكورد مانجمنت. النهارده ان شاء الله هنحاول نغطي الجزء النظري بتاع الايزو 9001. المواصفه نفسها باذن الله هنبتدي ان احنا نشرحها ان شاء الله المحاضره اللي جايه اللي هتبقى بعد العيد باذن الله. تمام، اول حاجه النهارده هنتكلم فيها عن الكواليتي مانجمنت. ايه هو الكواليتي مانجمنت؟
كواليتي مانجمنت عبارة عن إيه؟ تعريفات، معلش المحاضرة النهاردة هيبقى فيها شوية تعريفات كتير مش عملية زي المحاضرة اللي فاتت، مش هيبقى فيها حاجات عملية شوية، بس هيبقى فيها تعريفات كتير خاصة بالأيزو وخاصة بالمانجمنت. أول حاجة هنتكلم على الكواليتي مانجمنت إيه هي؟ هنتكلم عن إيه هو الأيزو؟ إيه الفيرجن اللي إحنا بنتعامل فيه في الأيزو 9001؟ مين اللي المفروض يتعامل في الأيزو ده ومين اللي المفروض ما يتعاملش بيه؟ مين المفروض الشركات اللي ممكن تاخد شهادة الأيزو دي؟ إيه هي البرنسبلز بتاعة الأيزو 9001؟ إيه هي الفوائد اللي ممكن الفوائد اللي ممكن تعود على على الأيزو سيرتيفايد إذا كان شخص أو إذا كان عميل أو إذا كانت شركة؟ تمام. وآخر حاجة إيه هي المواصفة وإيه هي الريكوايرمنت بتاعت الأيزو 9001؟ موضوع المواصفة ده إحنا احتمال النهاردة ما نقدرش إن إحنا نكمله، فإحنا هناخد النهاردة لحد البنفيتس أوف أيزو سيرتيفيكيشن. تمام. أول حاجة هنتكلم عليها هي الجودة. مبدئيا الجودة هي عبارة عن شوية، يعني نبدأ بشوية تعريفات عن الجودة. للجودة تعريفات كتير، ولكن لا يوجد مفهوم واحد ثابت للجودة، يختلف دايما مفهومها من العملاء إلى العاملين. فمن ضمن تعريفات الجودة إن الجودة بتقول إن هي التطابق مع المتطلبات، يعني أي منتج أو خدمة الشركة بتقدمه ليها مجموعة من الخصائص، ليها مجموعة من المتطلبات لازم تحققها في المنتج أو الخدمة اللي هي بتقدمها ليه. بمجرد ما قدرنا ان احنا نحقق المتطلبات بتاعت الايتم ده او بتاعت الخدمة اللي انا بقدمها دي، ده كده بيعتبر تحقيق للجودة. ده كده تعريف. في تعريف تاني بيقول ان الجودة هي ثقة المستخدم، ثقة العميل في المنتج اللي هو بيتعامل معاه. زي ايه مثلا؟ زي مثلا ان حضرتك بيبقى عندك ثقة مثلا في المنتجات اليابانية، انت حضرتك مثلا زي السوق، زي المنتجات الموجوده في السوق الصيني، المنتجات الموجوده في السوق الياباني. في ناس بتثق جدا في المنتجات اليابانيه، وبمجرد ما بتعرف ان المنتج ده من المنشا بتاعه اليابان بتشتريه حتى لو هو بضعف الثمن بتاع المنتج الصيني. ده اسمه ثقه المستهلك او ثقه المستخدم. في حاجه كمان، في براند مثلا معين حضرتك بتبقى واثق فيه، حضرتك بتدور عليه في السوق، زي مثلا نقدر نقول مثلا موبايل السامسونج والموبايل الايفون. في ناس بتقول انا ممكن ادفع في الايفون اكتر من 3 اضعاف سعر الموبايل اللي انا ممكن اجيبه صيني او ان انا اجيبه سامسونج مثلا، في سبيل ان انا يبقى اسمي معايا البراند ده. فهي الكواليتي بتقول ان حضرتك لما يبقى عندك ثقه في براند معين او في بلد منشأ معين، ده بيعتبر كده جوده. تمام. في حاجة تانية كمان بتقول إن الجودة هي الملائمة للغرض، إن المنتج ده يحقق الغرض اللي معمول منه عشانه. بمعنى لو أنا عندي ترمومتر، والترمومتر ده أنا بتعامل معاه، غرض الترمومتر إن هو يقيس درجة الحرارة الموجودة في المكان. لو الترمومتر ده ما قاسش درجة الحرارة أو ما ادانيش درجة حرارة صحيحة، فهو كده ما حققش الغرض اللي هو معمول عشانه. تمام. أي حاجة برضو هتقيسها على نفس الوضع ده. حاجة تانية إن برضو إن الجودة بتقول إن التطابق من أول مرة وكل مرة. بمعنى إن حضرتك لما تروح تشتري منتج معين، لازم تبقى الجودة اللي حضرتك هتاخدها في المنتج ده تبقى كلها زي كل مرة. يعني مثلا حضرتك بتروح تشتري مثلا نوع شوكولاتة معين، لازم يبقى الحجم واحد، الكواليتي واحدة، اللون واحد، ما يختلفش منها لون. ما ينفعش يبقى التغليف بتاع الشوكولاتة المرة دي لونها أحمر والتغليف المرة الجاية يبقى لونه برتقاني، ده كده حاجة مش متطابقة. حضرتك ما ينفعش تيجي تشتريها المرة دي تكون كويسة ومجمدة وبشكل كويس، تاني مرة تيجي حضرتك تشتريها تلاقيها سايحة أو التغليف بتاعها مش مظبوط أو إن هي درجة الحرارة بتاعتها مش مظبوطة أو فيها أي مشكلة. فلازم برضو إن تبقى دايما الجودة عندك إن أنت تطبقها كل مرة زي أول مرة حضرتك اشتريتها. ما حضرتك تروح مثلا مطعم معين، لازم يكون الاكل اللي هو هينزله لك يكون فريش ويكون سخن. ما ينفعش تيجي مثلا النهارده تلاقيه فريش، بكره تلاقيه طعمه بايت، بعده تلاقيه ان هو مش جاي لك سخن، بعدين تلاقي ان نوع مثلا البطاطس مثلا الفرايز اللي هو بيقدمها لحضرتك نوعها مختلف عن كل مره هو بيجيبها. كل مره هو بيتعامل مع مورد مختلف، فده كله ما بيعتبرش ان هو جوده.
فهنا احنا بنقول ان الجودة هي التطابق من اول مرة وكل مرة، تمام؟ كمان عندنا الايزو عرف الجودة بشكل مختلف. الايزو قال ان الجودة هي تطابق مجموعة من الخصائص المتلازمة مع متطلبات المواصفة 9001. متطلبات المواصفة احنا هنشرحها فيما بعد، تمام؟ ده كده بالنسبة للكواليتي. طيب ايه هي الكواليتي مانجمنت؟ الكواليتي مانجمنت هي اي نشاط بتقوم بيه المنظمة للحفاظ على الجودة او تحسينها. ممكن تشمل ايه؟ ممكن تشمل اعتماد سياسة الجودة او ضمان الجودة او تخطيط الجودة. بمعنى ان انا عندي ان النشاط اللي الشركة بتقوم بيه ده هو ده اللي بيعتبر الكواليتي مانجمنت اللي احنا بنحاول ان احنا ننفذه، تمام؟ في حاجة تاني نقدر نعملها اكتر من كده؟ او في حاجة تاني للجودة، في مفهوم جديد للجودة اسمه Quality Management System اللي هو QMS، اللي هو ايه؟ اللي هو نظام المؤسسة اللي بينفذ السياسة والأهداف والعمليات اللي بتساعد على تحسين مستوى الجودة. ودي بيبقى عندها شوية تطبيقات كده او شوية أثق هو بيبتدي يتعامل بيها علشان يبتدي يطبق السياسة بتاعته. دي بتبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن السجلات اللي احنا بندون فيها المعاملات بتاعتنا بتاعت الشركة دي مثلا، تبقى عبارة عن التقنيات، البرامج اللي احنا بنتعامل بيها، القواعد، توزيع الأدوار وتوزيع المسؤوليات. مهم جدا في الأورجنايزيشن أو في المانجمنت سيستم اللي احنا بنتعامل فيه إن الناس تبقى عارفة هي دورها إيه وتبقى عارفة المفروض إن هي تعمل إيه. أهم حاجة إن كل واحد يبقى عارف دوره، لأنه بيبقى عبارة عن ترس في كل الأورجنايزيشن الموجودة دي. فلو هو مش عارف دوره ومش بيعمله على أكمل وجه، ده هيأثر على بقية المنظومة التانية. فبالتالي الكواليتي مانجمنت سيستم هي عبارة عن السياسة اللي بتدير كل الشركة وكل المؤسسة أو المنشأة اللي هي بتتعامل فيها. الكواليتي مانجمنت سيستم كان ليها 3 مراحل في التطور. أول حاجة بدأت بالكواليتي كنترول، وبعدين الكواليتي أشورنس، وبعدين التوتال كواليتي مانجمنت. أول حاجة الكواليتي كنترول كانت بدأت سنة 1950، هي جزء من إدارة الجودة بيركز على تحقيق متطلبات الجودة وبيعتمد على الفحص والفرز. اللي هو إزاي يعني؟ هو كانت الشركة أو المصنع أو الحاجة اللي بتقدم الخدمة دي كانت بتروح تصنع مثلا منتج معين، وبعد ما بيخلص ما بيعدي بكل مراحل الإنتاج بتاعته، بيجي في الآخر بيبقى فيه واحد واقف بتشيك ليست بيشوف إن المنتج اللي هو طلع خلاص المنتج النهائي ده مطابق للمواصفات ولا غير مطابق للمواصفات. لو مطابق للمواصفات خلاص بيبتدي ان هو ياخد البروسس بتاعته في ان هو يروح للعميل. لو هو غير مطابق في المواصفات كان بيرجع بقى تاني بيحصل له اتلاف علشان هو ده مش هينفع لدير العميل. فبالتالي كان بيحصل عندنا هدر كتير جدا في الانتاج، وما كانش بيقدر ان هو ولا ان هو يوديه للعميل ولا ان هو يبتدي يعمل له اعاده تصنيع تاني، ان هو خلاص بقى منتج نهائي. دي كانت اول مرحله في مراحل الكواليتي مانجمنت اللي هي كانت الكواليتي كنترول. جينا بعد كده في سنه 1970 بدا مفهوم تاني يظهر، ان هو اسمه الكواليتي اشورنس، اللي هو جزء من الاداره يركز على توفير الثقه بان متطلبات الجوده بيتم انجازها بمنهجيه معينه لمنع حدوث العيوب او الحيود عن المواصفات من اول مره. يعني ده كانت منهجيه بتراقب العمليه الانتاجيه للمنتج النهائي في خلال مراحل انتاجه، وكانت بتشوف في كل مرحله هل هو فعلا هيطلع المنتج ده مطابق للمواصفات ولا هيحصل فيه مشكله في النص. بدا يظهر عندنا مشكله تانيه، ان عمليه المراقبه دي كانت بتضيع وقت كتير، وكانت بيبقى فيها فترة كتيرة جدا من تضييع الوقت والمجهود، لأن حضرتك لما تقعد تراقب كل عملية بتحصل ده كده هياخد منك مجهود، وهتبقى محتاج عدد أكبر من الموظفين عشان يراقبوا بروسس لحد ما تقدر. دخلنا بعد كده في العصر الأخير بتاع التوتال كواليتي مانجمنت اللي كان هو سنة 1990، اللي هي منهجية بتركز على الخدمة والمنتج أو المنتج اللي أنت بتتعامل بيه. منهجية بتركز على العميل، على متطلبات العميل، على العمليات نفسها، وعلى كل المتطلبات اللي بيعملها. فدي كانت بتطور العاملين وبتحاول إن هي تعرف متطلبات العميل إيه علشان تقدر توصل. يعني أنا مثلا عندي عميل
عاوز يبني مبنى مثلا، كان الاول ان هو بيروح ويديله المبنى ده ويقول له خلاص انا هبني لك مبنى بالمنظر ده، ويجي بعد كده يجي يشوف العميل يشوف الحاجه بعد ما خلصت. دي كانت اول حاجه اللي هي كواليتي كنترول. بعد كده بدأ ان هو يعمل يتابع عمليات الانتاج في النص، دي الكواليتي اشورنس. دلوقتي بقوا يقعدوا مع العميل علشان يفهموا ايه المتطلبات، ويبتدوا ان هم يعملوا ماكت، ويبتدوا ان هم يعملوا له بروتوتايب كده عشان يبتدي يفهم هو عاوز يوصل لايه، ويبتدي يأكد معاه عن المنتج النهائي هيبقى شكله بالشكل الفلاني. ده كده كان بيحاول ان هو يحصل على رضا العميل، ويحصل على رضا العاملين، ويحاول ان هو يطور في اداء العاملين، ويحاول ان هو يحسن العمليه الانتاجيه او البول. هو ده التوتال كواليتي مانجمنت. تمام، نيجي بعد كده نتكلم على البرنسبلز اوف كواليتي مانجمنت. عندنا 4 برنسبلز هيبقوا ماشيين معانا في كل المواصفه بتاعه الايزو. اول حاجه بلان دو تشيك اكت. بلان ان احنا في كل حاجه لازم نحط خطه اوليه عشان نبدا بيها الشغل. اي حاجه في المواصفه هتلاقي في الاول، في اول كل مواصفه لازم يقول لك الاول لازم ان انت تعمل بلان. حطيت الخطه الاوليه عشان تبتدي بيها الشغل، اوكي هتبتدي بعد كده تطبق الخطه اللي حضرتك حطيتها دي، وبعد كده هتبتدي ان انت تعمل عليها تشيك علشان تتاكد ان الخطه دي ان هي المفروض ان هي اتنفذت، او ان هي او ان انت تقيس النتائج بتاعتك دي طلع شكلها عامل ازاي. وبعد كده بنبتدي في مرحلة الأكت اللي هي بعدين بتشوف، بعد ما تشوف النتائج بتشوف التقييم بتاعها، بتبتدي تاخد أكشن علشان تحسن وتطور الأداء بتاعها. فاحنا قلنا إن البرنسبلز بتاعت الكواليتي مانجمنت سيستم هي 4: بلان دو تشيك أكت. افتكروا دول كويس عشان دول هيفضلوا معانا طول فترة المواصفة. نيجي بعد كده ندخل لتعريف الأيزو. ايه هو تعريف الايزو؟ التعريف الحرفي للايزو ان هي International Organization for Standardization. تمام، المنظمه دي اتاسست عام 1946 في جنيف، وكل اعضائها من كل دول العالم كانوا موجودين في المنظمه دي. كان هدفها توحيد القياس للتباتل التجاري والصناعي. دلوقتي كان ايه الهدف اللي هم يعملوا مثلا منظمة زي منظمة الايزو؟ هم عاوزين يوحدوا القياس بتاع المانجمنت في كل الشركات، عاوزين يخلوا ان في ستاندر عشان نقول ان الشركة دي ماشية على الستاندر ده في كل الشركات الموجودة في العالم. طب ده هيفيدهم في ايه؟ ده هيفيدهم ان هم لما يجوا يتبادلوا تجاريا مع بعض يبقى عندهم نفس اللغة، يبقى بيتعاملوا بنفس الكواليتي، يبقى بيتعاملوا بنفس المصطلحات، عارفين يعني ايه ان حضرتك تثبت قائمة الموردين اللي عندك، عارفين يعني ايه ان يعني ايه جودة، يعني ايه ايزو، يعني ايه الكلام ده كله. كل الكلام ده كان سهل عليهم ان هم يتعاملوا في موضوع المنظمة. تمام، فبقى عندهم شوية مواصفات قياسية كده بيبتدوا ان هم يقيسوا بيها اداء المنظمات او المنشآت اللي هم بيدوها الشهادة دي. تمام، نيجي بعد كده للايزو 9001، مراحل التطور بتاعه الايزو. كل 5 سنين الايزو بيبتدي ان هو يعمل يطلع اصدار جديد من الايزو كل 5 سنين. طب احنا هو ليه بيحصل التحديثات بتاعه الاصدار دي كل 5 سنين؟ بيقول لك ان كل 5 سنين بيتم مراجعه الاصدار لضمان استمراريه الملائمه والتطبيق. كل 5 سنين بتظهر حاجات جديده في السوق، بيظهر سوفت وير جديد، بيظهر بوزيشنز جديده. يعني مثلا احنا لو كنا اتكلمنا عن الدوكيمنت كنترول من 20 سنه، فكان من 20 سنه كان الناس كلها والاورجانيزيشن كلهم بيتعاملوا مع الدوكيمنت كنترولرز از ان هم شغالين في الارشيف مثلا، او ان هم سكرتاريا، او ان هم حاجه زي كده، مش كارير ومش حد بيفكر ان هو يتعامل لوحده، وان هو عنده ستاندر، وان هو عنده رولز، وعنده حاجات هو بيعملها من دماغه من غير ما يرجع لمديره. فالحاجات دي خلت ان الهيكل التنظيمي او الهيكل الاداري للشركه بيتغير. فما ينفعش ان انا ادي مواصفه او ادي ستاندر الشركه تمشي عليه وهو مش ملائم للعصر اللي انا شغاله فيه. تمام،
فقلنا إن هو كل 5 سنين بيتم مراجعة الإصدار لضمان استمرارية الملائمة والتطبيق، وبيتم وضع هيكل موحد للمواصفات لضمان التوافق مع النظم الإدارية الأخرى. زي ما احنا بنقول كده إن النظم الإدارية لما بتختلف لازم إن هو بيخلي الحاجة دي equivalent مع بعض، بتقدر إن هي تتماشى مع الظروف اللي طلعت جديدة دي. كمان التحسين المستمر، لازم الأيزو يحسن من نفسه بطريقة مستمرة علشان يقدر يتعامل مع السوق الموجود دلوقتي. حاجة كمان، زيادة متطلبات الجهات المهتمة ذات الصلة. يعني أنا لو أنا عندي دلوقتي الكلاينتس مثلا بتوعي كانوا بيطلبوا بس مني إن أنا مثلا أطلع المنتج بتاعي وهم يجوا ياخدوه، وبعد كده اكتشفوا إن هم عندهم عبء إن هم يجوا يتعاملوا في إن هم يجوا ياخدوا المنتج ده مثلا عشان ترانسبورتيشن وعشان حاجات كتير، فممكن يطلب مني إن أنا أعمل ديليفري للايتم ده من عندي ان هو اوصله لحد الشركه عندي. فدي كده بتبقى متطلب جديد من متطلبات مثلا العمليه الاداريه عندي، حاجه انا ضفتها زياده عندي في الشغل بتاعي، فبالتالي هو استفاد منها ان انا زودتها. طب انا لازم برضو ان انا ابتدي اتحكم في الجزئيه اللي زادت عندي دي بطريقه كويسه، ما ينفعش ان انا ما اتحكمش فيها، لازم تكون برضو تحت التحكم او تحت السيطره بتاعه الدوكيمنت مانجمنت بتاعتي او الكواليتي مانجمنت بتاعتي. تمام، فاحنا اول حاجه بدات فيها بقى الفيرجنز بتاعه الايزو كانت 1987، وبعد كده طلع وبعد منها 94، وبعدين 2000، وبعدين 2008، وبعدين 2015. كان عندنا شويه تحسينات من 2008 ل 2015، لانهم دايما المنظمة بتاعت الايزو بيسيبوا حوالي 3 سنين كده للشركة ان هي تبتدي ان هي تابجريد الشهادة بتاعتها للاديشن الجديد بتاعها. تمام، فايه بقى الحاجات اللي كانت مختلفة عن الايزو اللي هو القديم، الفيرجن القديم من 2008 ل 2015؟ كانت مثلا من التحسينات اللي حصلت في 2015 ان هو تم دمج اكتر من مواصفة مع بعض. ان هو ما كان الاول ما كانش فيه دمج ما بين المواصفات، في 2015 تم دمج مجموعة من المواصفات. في 2015 كمان الفكر مبني على الريسك مانجمنت أكتر. كان زمان كان مبني على المنهجية وعن طريقة البروسيس وإزاي البروسيس أبروتش بتحصل وإن العمليات هي اللي متحكمة في كل حاجة. دلوقتي لأ، دلوقتي الفكر بتاعهم بقى مبني على المخاطر أكتر، إن هو إزاي يدرس الريسك اللي موجودة في السوق، يدرس الريسك اللي ممكن تقابله واللي هي كانت قابلته الموجودة زمان، الحاجات اللي كانت قابلته زمان وممكن تقابله في المستقبل كمان. كمان من أهم التعديلات إن هو تم هيكلة المحتوى من 8 آيتم بقوا 10، فدي برضو من الحاجات اللي اختلفت. كمان بنركز في، قلنا إن هو تم إضافة بند سياق تحديد سياق المنظمة اللي هو البند رقم 4 للمواصفة. كمان تم تغيير الإجراءات الموثقة بقت اسمها المعلومات الموثقة، ده في البند رقم 7 اللي احنا هناخده بعدين. كمان كانت بتشير المنتجات، زمان كانت بتشير للمنتجات بس دلوقتي بقت بتشير للمنتجات والخدمات. دلوقتي بتلاقي المواصفة بتتكلم بتقول لك ان انا دايما كل ما بتيجي تتكلم كل ما بتجيب اسم منتج بتقول لك هو منتج او خدمة، لانها بقت كمان ابليكابل على الشركات اللي بتدي خدمات مش بس الحاجات اللي هي بتصنع. تمام، في كمان بنود ما بقتش الزامية زي كواليتي مانيوال ومواصل الادارة والاجراءات الوقائية كلها تم تغييرها وما بقتش الزامية زي الاول. احنا طبعا عارفين ان المواصفة بيبقى فيها بنود الزامية وفيها بنود غير الزامية، وشال شوية حاجات كده ما كانت إلزامية زمان، دلوقتي ما بقتش إلزامية في الفيرجن الجديد. تمام؟ طيب الفيرجن الجديد ده مين المفروض يتعامل بالكواليتي؟ نقدر نقول مين مثلا يقدر ياخد الشهادة بتاعت الأيزو؟ هل هي مثلا منطبقة على الشركات الكبيرة بس ولا هي الشركات الكبيرة والصغيرة؟ الأيزو بتقول إن يقدر أي حد بغض النظر عن الشركة وبغض النظر عن الفيلد اللي شغالة فيه الشركة، أي حد يقدر ياخد شهادة الأيزو طالما هو بيطبق المواصفة بتاعة الأيزو، طالما هو عنده ستاندر هو بيطبقها وبيعمل دايما تحسين مستمر ودايما بيحاول إن هو يطبق ويحسن مهارات الناس الموجودة عنده، ده يقدر إن هو يحصل على شهادة الأيزو. فإحنا هنا بنقول إن شهادة الأيزو تقدر تحصل عليها أي شركة بأي حجم في أي مجال. تمام، ايه بقى البرنسبلز اللي بتعتمد عليها الايزو، الستاندرد بتاعت الايزو بتعتمد عليها؟
أول حاجة الكاستمر فوكس، التركيز على العميل. دايما دايما في الايزو هتلاقي الناس دلوقتي بتركز ان حضرتك ازاي تحصل على رضا العميل. لازم ان انت تقدر ان انت تفهم العميل بتاعك عاوز ايه، هي متطلباته ايه، هي المواصفات بتاعته بالتفصيل اللي هو محتاجها. اولا عاوزين نعرف العميل، العميل هو مين؟ هو اي شخص او جهة تتلقى او تتأثر بالمنتجات او العمليات اللي حضرتك بتأديها. هل هم العملاء عندي العملاء اللي هم الاند يوزر اللي بياخد بس المنتج اللي انا بطلعه؟ لا، انا عندي نوعين من العملاء، عندي عملاء خارجيين وعندي عملاء داخليين. العملاء الخارجيين اللي هم مش من اعضاء المنظمة بتاعتي او من فريق العمل، هو المستخدم مثلا، ممكن يكون المستخدم النهائي، ممكن يكون المستهلك، ممكن تكون الهيئات الحكومية، ممكن تكون شركات التأمين، الشركات المنحة للشهادات، كل دول بيعتبروا عملاء خارجيين، ناس بتأثر عليا وأنا كمان بيتأثروا بالمنتج اللي أنا بطلعه. فهو ده عميل الخارجي. طب مين هم العملاء الداخليين؟ العملاء الداخليين زي فرق العمل اللي في الموجودين في المؤسسة، اللي هم العاملين وأصحاب المؤسسة، دول العملاء الداخليين. طيب ايه تاني من البرنسبلز اللي احنا بنتكلم عنها في الايزو؟ التحسين، واسمه التحسين المستمر، ان لازم الشركة بتحاول ان هي تحسن من ادائها بشكل مستمر من ناحية تحليل وتقييم البيانات المتوفرة علشان تشوف هي محتاجة تحسن ايه. ايه كمان تقدر تعمله؟ بناء على الاهداف اللي هي حطتها من الاول بتقدر تشوف هي ايه اللي قدرت توصل له، قدرت تحقق ايه وما قدرتش تحقق ايه. البحث دايما على حلول لتحقيق الاهداف، لازم تشوف دايما ايه هو المشاكل اللي عندها وتبتدي تحلها، تشوف ايه العوائق اللي هي بتعيق تقدمها او بتعيق ان هي توصل للهدف بتاعها وتبتدي ان هي تتعامل معاها. لازم تعمل تقييم واختبار لكل الناس اللي حواليها ولكل ادائها اللي موجود في الشركة علشان تبتدي تتقن الحل الأمثل اللي هو تم اختياره. كمان لازم تتابع وتحلل وتقيم النتائج وتقدر تتعامل مع التغيرات اللي هي ناتجة عن التحسين بتاعها. طيب فإحنا بنوصل في الآخر إن التحسين ده مطلب أساسي للحفاظ على مستوى الأداء للمؤسسة عشان تبتدي إن هي تستجيب للظروف الداخلية والخارجية عشان تقدر إن هي تعمل فرص جديدة تقدر تحصل عليها في السوق. تمام. ايه تاني من البرنسبلز بتاعت الايزو 9001؟ اتخاذ القرارات المبنية على الحقائق. عملية اتخاذ القرار لو ما كانتش موجودة بطريقة صحيحة او ما كانتش مبنية على اساس صحيح ومعلومات صحيحة هتودينا لقرارات خاطئة وممكن تهدم اساس المنظمة بالكامل. فمهم جدا ان احنا نحلل البيانات والمعلومات عشان نوصل لقرارات فعالة. ايه كمان؟ الليدرشيب، القياده. القياده هي اللي بتحدد اغراض المؤسسه وهي اللي بتعرف الناس تتجه فين وهي اللي بتعرف العاملين وتبتدي ان هي تحضرهم المؤتمرات والاجتماعات اللي احنا بنعمل فيها القرارات المهمه عشان تشركهم في القرارات دي عشان تحسسهم بيسموها ايه، بالانتماء للمكان. طول ما انت عندك انتماء للمكان، طول ما انت بتبقى موجود في اماكن صنع القرار، طول ما حضرتك بتبقى حريص ان القرار ده يتنفذ. لو حضرتك مش موجود في اجتماع زي كده هتبقى حضرتك حاسس ان هو دايما ان ده اوردر بيتحط لك، يعني حاجه انت بس محتاج ان انت تنفذها، بس مش محتاج ان انت تبقى مثابر عليها وان انت تبقى مصر وان انت تحاول تشوف ان هي بتتحسن ازاي. طيب البروسيس ابروتش، منهجية العمليات. مهم برضو ان احنا نحدد الموارد اللي بتعتمد عليها المنشأة عشان تحقق متطلبات العميل وبتحولها لمدخلات ليتم عليها مجموعة من العمليات والأنشطة عشان يبقى عندك مخرج كويس يوصل للعميل. الجزئية دي اللي احنا بنسميها البروسيس ابروتش، اللي انت ازاي هتقدر تدير العملية الانتاجية عشان تقدر تحصل على رضا العميل في الاخر. طيب دي اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها من شويه، اللي هي مشاركه العاملين، اللي احنا قلنا فيها ان العنصر البشري مهم جدا ان هو يبقى موجود في اماكن اتخاذ القرارات او صنع القرار علشان يبقى عنده ولاء ان هو يتعامل
في القرارات دي ويبتدي ان هو ينفذها. حاجة كمان كنا بنتكلم فيها اللي هي relationship management، اللي هي إدارة العلاقات. مهم جدا ان يبقى واضح لكل حد في الشركة هو وظيفته ايه، المفروض يتعامل مع مين. العلاقات الداخلية والخارجية مهم جدا ان هي يبقى لها channels وتبقى under control عشان تقدر ان انت تتعامل معاها بطريقة صحيحة. احنا عندنا نوعين من العلاقات، العلاقات الداخلية اللي هي مع العاملين والإدارة، والعلاقات الخارجية اللي هي مع القوى العاملة ومع التأمينات والموردين زي ما كنا بنتكلم من شوية والجهات المانحة. لازم الشركة تركز على كل الأطراف دي وتعرف متطلباتهم وتعرف إزاي تدير العلاقة ما بينها في الشركة داخليا وخارجيا. طيب إيه هي البنفتس اللي إحنا ممكن تحصل عليها الشركة من حيازتها لشهادة مثلا زي شهادة الأيزو، اللي هي فوائد مبادئ الجودة؟ يعني أول حاجة بنتكلم فيها للشركة، إيه الفوائد اللي ممكن تحصل عليها الشركة لما يكون معاها شهادة الأيزو؟ أول حاجة زيادة الكفاءة، تنفيذ العمليات والإجراءات اللي بتستند إلى التركيز على الجودة. لو أنا واخدة الشركة بتاعتي واخدة شهادة الأيزو، أنا كده بزيد من كفاءة الناس اللي شغالة عندي في الشركة، لأن أنا ببتدي أعلمهم حاجات هما ما كانوش عارفينها. لو انا بيبقى عندي، لما بيبقى عندي سيستم موجود في الشركه بتاعتي، الناس اللي عندي بتبتدي ان هي تتعلم حاجات باثكس معينه بستاندرد معينه هما ما كانوش عارفينها قبل كده، فانا كده بزيد من كفاءه الناس. الايزو كمان بيلزم الشركه ان هي تدي كورسز معينه للناس اللي موجودين شغالين معاها علشان تبتدي ان هي تخلص الجزئيه بتاعت التدريب اللي الشركة بتحصل عليه. لازم الشركة تدي تدريب معين للناس اللي شغالين معاها علشان يبتدوا ان هم يتعرفوا اكتر عن المجال بتاعهم ويبتدوا تبقى كفاءتهم احسن في الشغل. ايه كمان؟ زيادة الايرادات. الشركة لما بتبقى معاها شهادة زي شهادة الايزو، بتبتدي ان هي تكسب مناقصات اكتر وعقود اكتر، لانها بتبتدي تتعامل بستاندرد معينة. لو الشركة دي ما عندهاش الستاندرد دي، هتلاقي بالنسبة لها الدنيا صعبة شوية. هتلاقي ان الشركة جاية، لو الشركة جاية تتعامل معاها، تلاقي الموضوع بالنسبة لها صعب، مش هتبتدي ان هي تعرف تتعامل معاها كويس، لانها هتبقى خايفة ما يكونش عندها الستاندرد اللي هي بتتعامل مع الشركات التانية اللي بتاخد الايزو. ايه كمان؟ زيادة معنويات الموظفين. لما الشركة بيبقى عندها الايزو، بتبقى متأكدة ان جميع الموظفين بيشتغلوا طبقا لجدول واحد. الشركة كل الموظفين بيبقى عندهم تاسكس معينة معروف ان هم هينفذوها وقت معين بإنتاجية معينة بكفاءة معينة. ده بيخلي الناس شوية حاسة بنوع من انواع العدل، حاسة ان الشركة بتعامل كل الناس سواسية، كلهم زي بعض، كلهم عندهم ستاندرد واحدة، كلهم عندهم ايفالويشن واحد، كلهم تحت كاتيجوري مرتب واحد، فبالتالي ده بيخلي معنوياتهم مرتفعة اكتر. كمان من ضمن فوائد شهادة الأيزو الاعتراف الدولي، إن الشركات اللي بتبقى واخدة الشهادة دي يبقى فيها اعتراف دولي، بتقدر تعمل اتفاقيات مع شركات كتير بره، إن هي خلاص بتبقى متأكدة إن هي بتتكلم معاها نفس اللغة، إن هي عندها نفس الكواليتي، إن هي معترف بيها دوليا. يعني مش محتاجة إن هي تعمل لها، يعني مش محتاجة إن هي تقدم إثباتات كتير أو تقدم إيفيدنس كتيرة ان هي بتعرف تتعامل بستاندرد معينة. النهج الواقعي في اتخاذ القرار. احنا كنا اتكلمنا من شوية عن ان اي معلومات ممكن تكون مش صحيحة ممكن تضر باتخاذ القرار الصحيح. انما لو الشركة فعلا عندها النهج المعترف فيه او النهج الصحيح في اتخاذ القرار، فبالتالي هتبقى كل المعلومات اللي عندها اللي هي بتاخد على أساسها القرارات دي هتبقى معلومات صحيحة. لو تأكدت ان المعلومات دي صحيحة، فبالتالي كل قراراتها هتبقى صحيحة وهتبقى في مكانها. علاقات أفضل مع الموردين. لو الشركة بتعتمد ان هي بتتعامل بستاندرد معينة، يبقى عندها علاقات أفضل مع الموردين، وهيبقى عندها موردين ثابتين مش بتغيرهم، وبالتالي بتحصل على اتفاقيات أحسن بكتير من الاتفاقيات اللي هو ممكن تحصل عليها وهي ما عندهاش الشهادة دي. حاجة كمان، تحسين
حفظ السجلات. لو الشركة بتتعامل بستاندرد كده، هتلاقي عندها إن هي عندها سيستم ماشية عليه. إن هتلاقي إن مثلا let's say مثلا نقول إن لو أنا عندي مثلا شركة عندها 5 مشاريع بره ال بره الم... يعني مشاريع بره نطاق الشركة بتاعتها سايتس يعني. فبالتالي لو الشركة دي عندها ستاندرد ممشية كل السايتس أو كل البروجكت اللي شغالة عندها معاها دي، في كل الناس اللي شغالين معاها بره الشركة شغالين بنفس الطريقة وبنفس السيكونس، فبالتالي هتلاقيهم الناس اللي قاعدين في المكتب عارفين الريبورتات كلها جاية لهم بفورمات واحدة، عارفين إن التقارير هتجيلهم في وقت واحد، الفورمات واحدة، الطريقة واحدة، طريقة التعامل في الدوكيمنتس واحدة. ده هيسهل عليها كتير ان هي لما تيجي تعمل ارشيف انها تبقى كل الدنيا ماشيه على نفس السيستم. انما لو كل شركه، لو كل موقع بيتعامل بستاندر معين او بيتعامل بطريقه حفظ معينه، لما تيجي الحاجه دي ترجع في الاخر للهيد اوفيس، هيكتشفوا ان هم مش عارفين يتعاملوا، مش عارفين الدوكيمنت كنترول اللي كان شغال ده كان شغال بانهي طريقه من الطرق دي. فلو هو عنده ستاندر واحده هيبقى سهل عليه كتير ان هو يتعامل بالمنظر ده. آخر حاجة بنتكلم فيها إن هي تحسين رضا العميل. دايما دايما الأيزو بيدور على رضا العميل، دايما بيشوف إن هو إزاي يحصل على رضا العميل، دايما بيدور إن العميل يبقى قليل بالنسبة له إن هو يشتكي، أو إن هو يدور على حاجة يقول بيها إن هو مش فاهم ده، مش فاهم الأيتم ده، أو إن هو مش فاهم يتعامل معاه، أو إن هو في عنده اعتراض على الأيتم ده. فده كمان هيحسن الأيزو، بتحسن من رضا العميل وبتخليه راضي تماما عن العملية الإنتاجية اللي تمت بالطريقة دي. وآخر حاجة قلنا التحسين المستمر، إن برضو من ضمن الفوائد بتاعة الأيزو إن هو بيبقى عندك دايما تحسين مستمر، إن هي أبديت طول الوقت، فبالتالي بيبقى عندنا أبديت في التحسين طول الوقت. الكلام ده كله كان بالنسبة للشركة. طب بالنسبة للعميل، ايه العائد اللي ممكن يرجع للعميل لما الشركة اللي هو بيتعامل معاها تكون بتنفذ الستاندر بتاعة الايزو؟ اول حاجة تحسين جودة الخدمة. طبيعي ان انا لو انا عندي ستاندر ان انا الخدمة بتاعتي هتبقى متحسنة لأحسن حاجة، يعني دايما هيبقى عندي ستاندر انا شغال عليه، دايما انا باخد المنتج بتاعي بجودة معينة بطريقة معينة في وقت استلام معين. دايما الحاجات دي بتوفر ان العميل يبقى بأريحية اكتر، عارف ان المنتج هيجيله بالكواليتي دي في الوقت ده، فبالتالي مش هيبقى هو متضايق، مش هيبقى هيبقى هو هتبقى المنتج ده ماشي مع الاكسبكتيشنز بتاعته اللي هو مستنيها، هو خلاص اتعود منه، اتعود من الشركة بتاعته او من المكان اللي هو بيروح يشتري منه الحاجة دي على جودة معينة. فدي اول حاجة تحسين خدمة الجودة. تاني حاجة انخفاض الحاجة للعودة الريتيرن، هتلاقي ان نسبة ان هو يلاقي ان الخدمة دي او المنتج ده مش بيلائم توقعاته، او ان هو مش عارف، او ان هو محتاج ان هو يبدله او ان هو يرجعه للشركة اللي اشتراها منها، هيلاقي النسبة دي قلت شوية، لانها اكيد بتمشي على ستاندر وبتمشي على مراحل كتير قوي بتوصله ان هو المنتج ده خلاص كده بقى طالع بالكفاءة بتاعته وبالإنتاجية بتاعته وبالجودة بتاعته اللي هو معتمد عليها دايما. فهيقلل دايما ان هو يفكر ان هو يرجع الحاجة دي ويستبدلها، او ان هو يرجعها وياخد فلوسه والكلام ده. بعد كده بنتكلم في ضمان الخدمة، ان الشهادة دي بتبقى دليل ان هو زي كده مثلا سيرتيفيكت كده معاه، ان هو ان المنظمة دي بتوفر حلول كتير وعندها اوبشنز كتيرة ان هي تشوف العميل راضي ازاي. يعني طالما ان هو واخد، طالما الشركة دي واخدة الايزو او عندها السيستم ده شغالة بيه، يبقى خلاص هي اكيد عندها حل لأي مشكلة ممكن تقابل العميل ده في المنتج اللي هو خده. improved experience اللي هي تجربة محسنة، التجربة دي كل مرة بتلاقيها تحسن فيها حاجة عن التجربة اللي انت قبل. يعني كل مرة حضرتك لو رحت اتعاملت مع الشركة دي بتلاقي ان دايما التجربة بتاعتك دي كل مرة بتبقى احسن. اكيد ما بتبقى اكيد، طالما هو بيتعامل بستاندر فهو اكيد عنده تحسين مستمر في المنتجات بتاعته، فبالتالي هو مش هيبقى عارف، يعني مش هيبقى محتاج
ان هو تبقى اقل من المواصفات اللي حضرتك طالبها، دايما هتلاقي ان الخدمه عنده بتبقى احسن من المره اللي قبلها. خلصنا كده النهارده المحاضره بتاعت النهارده، نفتح بقى المجال بتاع الاسئله. السلام عليكم، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله، زي حضرتك. الحمد لله والله تمام. احنا كل مره بنبقى سعداء بالمحاضره وبالمعلومات اللي بناخدها من حضرتك، وبيبقى لنا شرف يعني ناخد عشان بناخد معلومات اكتر يعني. اسفين على الاطاله طبعا اللي بنطول على حضرتك كل مره. استفسار النهارده مش من... يا دكتور حضرتك سامعني؟ أيوة، اتفضل مع حضرتك. تمام. المواصفة بتبقى يعني فكرة عامة عن المواصفة أو الهدف منها أو البنود اللي بتبقى موجودة فيها. احنا هنشرح المواصفة بالكامل ان شاء الله بإذن الله المحاضرة الجاية بكل بنودها. طيب تمام ماشي تمام، تمام. احنا بس النهاردة بس بنتكلم عن حاجة كده بس مختصرة عن الايزو، وهو ازاي هيأثر علينا احنا كدوكيمنت كنترول. هو طبعا النهارده في كان في تعريفات كتير وكلام كتير بالنسبه للمواصفه، بس المره الجايه هتبقى الى حد ما ان شاء الله باذن الله هنتكلم عن بنود المواصفه، والمحاضره اللي بعدها هنطبق بنود المواصفه على الكواليتي مانجمنت از دوكيمنت كنترول عشان تمام يبقى الموضوع بالنسبه لنا اسهل يعني. تمام بالنسبة للأيزو بقى، ممكن في أماكن مثلا نقدر ناخد من خلالها كورسات أو شهادات خاصة بموضوع الجودة ايوه اكيد والأيزو؟ طبعا، اكيد في اماكن كتير بتتاخد فيها البتاع ده، في منظمة اسمها يعني هبقى اكتب لكم اسمها، اللي هي مش عارفة بتاعة القياس والجودة دي، يعني المفروض هيئة كبيرة بتدي الشهادات بتاعة الايزو دي، هبقى اكتب لكم اسمها طيب على الجروب. طيب تمام. يعني يا ريت دكتورة حضرتك بس يعني برضو تكتب لنا الحاجات اللي ممكن نشتغل من خلالها كشهادات برضو غير الخبرة العملية، يبقى برضو في اتجاهين ماشيين من خلالهم. ان شاء الله باذن الله. تمام ماشي يا دكتور، شكرا. ماشي يا فندم، العفو، اهلا بك. السلام عليكم، يعطيكم العافية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإياكم. في عندي استفسار بالنسبة للفورمز والفورمات، المفروض ما هي يعملها مين بالشركة؟ أنهي فورمات بالظبط؟ ال RFI، أي شيء بالنسبة حضرتك للدوكيومنتيشن بتتكلم على بتستخدم. النماذج اللي حضرتك بتبتدي بيها المشروع؟ يس طيب النماذج دي حضرتك بتبقى لا إما المالك بيبقى مديها لك إن حضرتك تتعامل بيها، أو إن الكونسلتنت اللي بيبقى شغال معاك هو اللي بيديها للمقاول عشان هو يتعامل بيها خلال فترة المشروع. والدوكيومنت تمام. كنترول كل ما هو عليه إن هو يعمل لها كاستمايز على المشروع بتاعه، إن هو يحط فيها اللوجو ويكتب فيها أسامي الناس، يظبط الفورمز دي على أساس البروجكت عنده. بس دي بتبقى مسؤولية الكواليتي مانجمنت بتاعة الشركة، مش مسؤولية الدوكيومنت كنترول شخصيا. اوكي. السلام عليكم جميعا. باشمهندسة مشكور لحضرتك جدا على الانفورميشن المهمة دي جدا. في اي اكسرسايز مس ناوية، اذا في مثلا في اي اختبار او شيء بالنسبة للكورس تبعنا؟ لا يعني في اخر الكورس ولا حضرتك بتتكلم during الكورس؟ والله، اذا انا يعني عايز بس اشوف بس الكورس هيكون في مثلا في اكسرسايز في الاخر او في مثلا في بتاع الاخر كل اكيد هيبقى في الدنيا. اكزام في الاخر ان شاء الله، هيبقى في اكيد اكزام في الاخر عشان الشهاده. during تمام الكورس هنبتدي بقى لما نبتدي الجزء العملي ان شاء الله هيبقى في اكسرسايز ما بيننا وبين بعض، هيبقى في assignment وحضرتك هتبعتها لي، بس ده لما نبتدي لسه شويه الجزء العملي. دلوقتي احنا كل اللي بنتعمل فيه نظري، فمفيش داعي ان احنا نعمل اكسرسايز على حاجات نظريه يعني. تمام شكرا جزيلا فهم. ماشي يا فندم، العفو. شكرا جدا لحضرتك، كتر الف العفو. خيرك وربنا يجازيكي خير عن مساعدتك لينا. انا بشكر ال دي اي ام راديو اكاديمي اللي بيعملوه معانا بصراحه، يعني حاجه جميله جدا وتنظيم رائع 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 يعني للمحاضره. الجزء الاول من كلامي. الجزء الثاني بخصوص شهادات الايزو او شهادات الايزو اللي انا فاهمه، اللي انا حاولت ادور وافهم وافكر فيه واعمل سيرش عنه، عرفت ان هي بتمنح للافراد للشركات. لكن هل في، يمكن في زميل قبلي سأل نفس السؤال، هل في مؤسسات بتدي او بتدي كورسات، خلينا نقول بتدي كورسات للافراد بخصوص الايزو؟ ايوه في. تمام. طيب هل في جزء مخصص
للايزو للدوكمنت في الايزو. يعني انا لما اروح كدوكمنت كنترولر اكيد مش هروح اخد كل شغل الايزو بتاع مهندس كواليتي او بتاع مهندس حصر. فهل في هذا في جزء عند المؤسسات دي اللي بتدي شهادات الايزو متخصص بس في الدوكمنت كنترول؟ هو كده كده الايزو اصلا بيبقى متخصص على السكوب اللي حضرتك عاوز تعمله فيه، تمام؟ يعني هو بيبقى متطلبات ممكن حضرتك تنفذها على الدوكيمنت كنترول لو انت بتتعامل في الدوكيمنت كنترول، تمام. تمام؟ يعني حضرتك تقدر تطبقها على المانجمنت اللي شغال عندك، هي بتبقى سيستم ماشي على المانجمنت. انت يخصك منه جزء بتاع الدوكيمنت، في تاني ناس تانية بيخصها جزء بتاع الكواليتي، في ناس تانية بيخصها جزء بتاع الانسبكشن، فاهمني؟ سواء في الاخر سيستم ابليكابل على الشركه كلها. فحضرتك لو حابب ان انت تروح تتعلم ده او ان حضرتك تاخد شهاده في ده، فحضرتك بتاخد شهاده ان حضرتك على علم بمواصفه الايزو كلها بتتعامل ازاي او بتطبق ازاي. تمام. بس هو كمجال هو مش بيشرح لك مجال، هو بيشرح لك مواصفه، اوكي، تمام؟ هو ده سؤالي فعلا. بالظبط، هو مش بيشرح لك فنيا او تقنيا كل واحد يعمل وظيفته ازاي، هو بيشرح بس حضرتك المواصفه دي تتطبق ازاي على اي مجال. ممكن تتطبق على شركه بتبقى خدميه او شركه او مصنع مثلا او شركه استشارات هندسيه او كونستراكشن او اي حاجه من الحاجات دي، لانه هو بيعرفك تطبيق المواصفه على اي مجال، مش بيخصك بمجال معين. تمام، متشكر جدا. العفو يا فندم، اهلا وسهلا. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه علاقة 6 سيجما بمجالنا؟ ايه علاقة 6 سيجما بمجالنا؟ يعني برضو طريقة من طرق المانجمنت اللي بتتنفذ في شركة يعني او في سيستم، ملهاش علاقة مباشرة كدوكيمنت كنترول. ملهاش علاقة، بس هي إدارة جودة برضو. ما هي بالظبط إدارة جودة، ما أنا عشان برضو نفس سؤال زميل حضرتك اللي قبل منه، هي مش بتتخصص في مجال معين، هي بتتخصص في إدارة شركة أو في إدارة جودة أو في إدارة منظمة. يعني نقدر نعتمد عليها كنظام يا دكتور ونطبقه، ولا في مجموعة أنظمة، ولا هي ديت اللي بتدير الجودة بشكل عام؟ طب خليني طيب أرجع، طيب أنا دلوقتي بصراحة يعني خليني أرجع كده أشوفها، أشوف إجابة حضرتك، أشوف إيه علاقتها وأرجع لحضرتك ليه يتناقش فيها المحاضرة الجاية. طيب حضرتك الداتا اللي قلتيها النهارده ما شاء الله قوية كبيرة، كتير فيها تعريفات كتير، فيها ممكن تعريفات حقيقة مملة جدا. نوصل للمكتبة دي ازاي؟ انا حاولت اكتب قدر الامكان، يعني انا اولد سكول، يعني لازم امسك ورقة وقلم وبكتب، بس الداتا كبيرة قوي ان احنا نحاول نستوعبها بشكل كامل. اخر كل محاضرة هتلاقي فيه ريفرنسز كده احنا كاتبينها، أه. دي الداتا اللي احنا حصلنا عليها، دي الداتا اللي انا حضرت منها المحاضرات دي، تمام. تمام؟ حضرتك هتلاقي على الويب سايتس دي كلها كل الكلام اللي احنا موجودين، بس طبعا احنا طبعا يعني لخصناه على قد ما نقدر علشان تمام. يبقى سهل في ان احنا نتعامل فيه، بس هتلاقي كل ده موجود في الريفرنسز الموجودة في الاخر. ممتاز. هو احنا في الاخير المحاضرة النهاردة بناخد فكرة عامة عن ايه هو الايزو ويفيدنا ازاي، مظبوط؟ بالظبط، احنا واخدين فكرة مختصرة جدا عن الايزو. ممتاز. يعني هو من شويه حد سأل حضرتك اذا كان في اكزام في الاخر او لا، فده بس هي هي ما نجيش نتسأل في الايزو. الله يبارك لك، احنا ميح في الايزو. لا احنا ان شاء الله المحاضرة الجاية بإذن الله هنشرح المواصفة كلها من اولها لاخرها بإذن الله، مش هتبقى ميح ولا حاجة. ان شاء الله ان شاء الجزء الله، اللي الله مش هيبقى يجزيك. واضح فيها انا بس المره دي اختصرت، لان هو يعني كلام التعريفات بيبقى ممل والناس بتبقى قاعده زهقانه، بتحس انت يعني ان انت قاعد في مكان اكاديمي فبتدش بس كلام، فده ممل جدا، انما التجربه العمليه بتبقى الطف كتير. الله يعطيك العافية، جزاك الله خير. وإياكم إن شاء الله. شكرا. ازيك يا دكتورة، شكرا جدا على المعلومات القيمة. كنت عايزة أسأل سؤال دلوقتي، يعني حضرتك قلتي إن أنا مثلا كفرد أقدر إن أنا أتعامل بالأيزو، يعني مثلا أنا دلوقتي بشتغل جونيور دوكمنت كنترول، أنا لما أبقى علم بقواعد الأيزو أو إن أنا أفهم الحاجة دي، ده يعني هيعود عليا ازاي، او ان انا ممكن اوصل شركتي ازاي ان انا عارفة مثلا الايزو او كده؟
هو حضرتك الشركة هي اللي بتسعى إن هي تاخد شهادة الأيزو. حضرتك كون حضرتك فاهمة المواصفة وفاهمة طريقة تطبيقها هتسهلي عليهم كتير إن أنت تساعديهم في إن هم يعرفوا ياخدوا الشهادة بسهولة. تمام. فاهماني؟ لأن هم عندهم التطبيق ده المفروض إن هي المواصفة لازم تتطبق على كل الأقسام الموجودة عندك في الشركة، أو أتليست على خط إنتاج واحد مثلا. فاهماني؟ فعلشان حضرتك تبقي على علم بيها هتسهلي عليهم كتير في طريقة التطبيق هناك. تمام. طب دي ممكن تساعدني في ان انا مثلا ان انا ابقى سينيور في وقت اقصر ولا ملهاش علاقة؟ هتساعدك اكيد، لان انت هتبقي فاهمه التطبيقات صح، فاهمه المصطلحات كويس، فاهمه ان ده بيساعدك في ايه، يعني فاهمه كل حاجه ولازمتها انت بتعمليها ليه. فاهماني؟ يعني مثلا الايزو مثلا بيقول ان مثلا انت يبقى عندك فورم الاجازه مثلا، هل ينفع اي حد يكتب على اي ورقه درافت ويقول ان انا واخد الاجازه دي وخلاص، انا عملت الاجازه وسبتها؟ هل ينفع ان هو كتب الاجازه على ورقه درافت وسابها على مكتبه ومشي، معنى كده ان هو اجازته دي ابروف، ولا هو لازم يكتب الاجازه على فورم متعرف عليها من الاتش ار مثلا، يروح يمضي عليها ويديها المدير المباشر يعتمدها وبعدين يروح يوديها الاتش ار؟ الاجراء ده كله اسمه اجراء. تمام. لو الشركه معتمده ان هي كاتبه في المانيوال بتاع الايزو او في المانيوال بتاع الكواليتي مانجمنت بتاعها ان عشان شخص يروح ياخد اجازه المفروض الستابس اللي بيمشي فيها واحد اتنين تلاتة يمشي ورا الخطوات دي عشان ياخد اجازة بطريقة صحيحة، فلازم دي تبقى ابليكابل على الشركة كلها، اي حد هياخد اجازة لازم يعمل نفس الخطوات دي. تمام. ده كده اسمه ان انت حطيتي سيستم للاجازات في الشركة. فبالتالي لما تيجي تطبقي السيستم ده على كل حاجة بقى عندك في الشركة، تقولي مثلا ان انت كل حاجة هتعمليها هتكتبي بتتعمل ازاي، هتعملي لها مانيوال ازاي بتتعمل، فبالتالي هيبقى سهل على اي حد يجي يشتغل في الشركه دي ان هو يفهم السيستم في الشركه بسميه ازاي، ماشيه فيه ازاي. حاجه تانية، انت مثلا في عندنا في الشركات دلوقتي بقى في حاجه اسمها هاند بوك او مانيوال او اي حاجه من الحاجات دي. دي حاجه اسمه امبلوي هاند بوك مثلا. الهاند بوك ده بيبقى موجود في كل الشركات علشان اي موظف جديد داخل يبقى عارف سيستم الشركه من الالف للياء ماشيه ازاي. فانت لما يبقى عندك ايزو في الشركه هتبقي انت عارفه كل حاجه من غير ما تروحي تسالي حد. يبقى عندك كل حاجه ليها مانيوال وكل حاجه انت بتعرفي اكنها كل حاجه ليها كتالوج كده انت بتتعاملي بيه. فده هيسهل عليكي وهيسهل على الشركه ان هي تعرف تحصل على الشهاده دي بطريقه كويسه. فاهماني؟ شكرا جدا دكتور. عفوا، بالتوفيق. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش بس انا عايز اسال حضرتك عن التدرج الوظيفي وسنين الخبره المطلوبه وهل شهادات الخبرة بتطلع عندكم الكنترول بس ولا على حسب التدرج؟ هو سنين الخبرة، هو مفيش عدد سنين خبرة معين بيخليك تتنقل من البوزيشن ده للبوزيشن ده. تمام. هي بتبقى دايما الشركات بتاخدها حب كده ما بينها وما بين الموظفين اللي عندها، لو هي عندها كاتيجوري يعني للدوكيمنت كنترول اللي موجودين عندها. بس في شركات اصلا ما بتعتمدش اصلا غير ان هي عندها دوكيمنت كنترول، مفيش سينيور ولا جينيور ولا اي حاجة، هي بتعتمد على سنين الخبرة. بنتكلم مثلا ان السينيور مثلا بيبقى الجينيور مثلا بيبقى سنتين، السينيور بيبقى مش اقل من 4 5 سنين مثلا. الليد ديبارتمنت مثلا او الليد دوكيمنت كنترول بيبقى مثلا 8 سنين، بس ان هو لازم يبقى في عدد معين شغال تحت منه مثلا 2 أو 3 تحت الليد عشان يبقى اسمه ان هو ليد. اللي هي الديبارتمنت طبعا لازم يبقى عنده ديبارتمنت كاملة مثلا من 5 أو 6 أفراد. فدايما بتبقى في الدوكيمنت كنترول ما بتشترطش بس عدد سنين خبرة على قد ما هي بتتكلم انت عندك شغال كام واحد تحت ايدك. فاهمني؟ تمام. لان انا بقول لحضرتك كده ان انا اشتغلت في كذا مشروع وكل ما انتقل لمشروع جديد بيكون نفس البوزيشن. هتلاقيه دوكيمنت كنترول بس، صح؟ تمام. هو نفس المسمى بس مع تمام. ان سنين الخبرة بتعلى. هي سنين الخبرة بتعلى، بس هتلاقي الشركة نفسها معتمدة ان ده اسم دوكيمنت كنترول. حضرتك بقى ممكن تحصل على اللقب ده لما تطلع تروح شركة تانية. ما انا هتلاقي مثلا في شركة بروح تانية شركات تانية بس نفس ما انا بتكلم في كده، بروح شركات تانية بس نفس المسمى دوكمنت كنترول، ما فيش سينيور. انت عارف، انت حتى لو بصيتها في التأمينات هتلاقي في التأمينات برضو كاتبينها ان هي ملهاش تدرج. ما يعني انا هتلاقي بتكلم في في التأمينات مثلا عاملينها ان هي مراقب وثائق او مراجع وثائق حاجه كده،
ومش ملهاش يعني ملهاش حتى تدرج في التأمين في التدرج الوظيفي بتاع التأمينات. ما انا بتكلم عشان كده، هل الشهادة الخبرة لما بتطلع ما بتشترطش ان بيتكتب فيها ملهاش سينيور علاقة، او ملهاش ما علاقة. هي دايما الدوكيمنت كنترول بتعتمد على الخبرة العملية أكتر من الشهادات وأكتر من المسميات. تمام. يعني دايما هتلاقيهم بيعملوا دلوقتي تيست لأي دوكيمنت كنترول داخل أي بوزيشن عشان يتأكدوا إن هو عنده الأساسيات بتاعة الدوكيمنت كنترول اللي هيبتدي على أساسها يشغل القسم اللي هو شغال فيه، إنما مش بالشهادات ومش بسنين الخبرة، لأن حضرتك ممكن تبقى قاعد مثلا في مشروع 10 سنين ولا حاجة والمشروع ما فيهوش أي جديد، بس دوكيمنتس داخلة ودوكيمنت خارجة، ما شفتش أي تشالنج جديدة، ما شفتش أي حاجة جديدة أو أي سكوب، ما تعلمتش أي سكوب جديد غير السكوب ده بس. تمام، شكرا يا دكتور، جزاك الله العفو، خير. وإياكم إن شاء الله. تمام كده يا دكتور، كده الأسئلة انتهت بتاعت محاضرة النهاردة، وشكرا جزيلا لحضرتك. تمام، وإياكم إن شاء الله. أشوفكم على خير إن شاء الله، كل سنة وأنتم طيبين. طيب يا دكتور.